مو قبل ما تعمل شيء كتير صغير. شيء كتير صغير شو هو؟ قبل ما اشوف رجولية القطة الظريفة هي حابة اشوف شيخ لابس ابيض وشو رحماني، مو ضروري تكون دقنه طويلة. يعني هلا بدك كتب كتاب وشو شو هالحكي الفاضي هذا؟ ليش انت بيهون عليك امه لولي لحد تكون اقل من غيرها؟ على فكرة نفسية الأم كتير بتأثر على تكوينة البيبي، وهذا الحكي مو من عندي أنا، هذا علم. وإذا أنت مو فرقانة معك صحة ابنك فأنا ما بيهون علي بابني. أنا ربع ساعة راجع. يا رؤوف هيك طالع بلشنا زعلانة من أولتها. راجعين على بيوتنا. احملوا حالكم واطلعوا قبل ما يشوفوكم. ولك شوفي شو عم يصير بالحاره. الامن محاوط كل مداخل الحاره، مستني يلقطكم واحد واحد. من شي ساعه اجوا اخذوا المختار، قام عطاهم اسماء الكل وعناوين البيوت. ابوه إيه لا تخاف لا تخاف، بسيطه انحلت الامور وكلها لصالحنا ان شاء الله. هلا كنا عند سياده الوزير وقال له لابو زين على ضمانتي. يا عمي عم اقول لك الامن معبي الحاره ومتوعدين لكل واحد شارك باللي صار وحاطين الشر بين عيونهم. إيه بسيطه، هدول بكونوا ما بيعرفوا، هلا بنحكي مع سياده الوزير. ايه احكي احكي. اكل هو بيخبره. ابو ذهبي شو؟ عم يطلع خارج الخدمة نفسه صفر ستين. جرب مرة ثانية ابو زين بتكون مخطوط بكربشة. سمعينا انت بكربشة. خارج الخدمة ها. لازم تفهم انه اللي سويتوه غلط، غلط كبير. ولك ما في دولة في العالم بتقبل انه حدا يعتدي على دورية امن بهالطريقة. سيدي كمان ما في دورية امن بأي دولة بالعالم. خليني كمل. حاضر سيدي بس انا كنت بدي اقول لك. خليني كمل. شرف. هدول الناس عم يحموكم ويحافظوا عليكم. إذا بدنا نضربهم منكون عم نحكم على هالبلد إنه يخرب. يا سيدي أقسم بالله العظيم إحنا بنعرف إنه شو ساوي. نحنا بنعرف أكثر منكم. لأنه يبدو أغلبكم ضربوا العمى وصار بدهم نظارات. يا سيدي هن اللي إجوا ضربونا. قلت لك خليني كمل. حاضر. أنا رح حل الموضوع. بس قسما بعزة الله إذا هالقصة بتتكرر أنا اللي رح حاسبك. عم تفهم؟ بس الله يخليك خليني اشرح لك شو عملوا. ما بدي تشرح لي ولا كلمة. أنا بعرف حجم المهام الكبيرة اللي حاملينها هدول الشباب. وإذا طلع خلقهم شوي لازم نلاقي لهم عذر ما نضربهم. ولك يا ابني هدول عم يحمونا، عم يحمونا. أقسم بالله العظيم يا سيدي. تاخذ لي هالناس اللي جايبهم معك وكل واحد على بيته فورا. هلا أنا بتصل وبحل الموضوع، يلا.
حاضر سيدي، بس معلش لك كلمة. قول سيدي. يعني نحن هلا بجوز يصير معنا شيء وما يخلونا نشوفك مرة تانية. ما راح يصير شيء يا سيدي. الله يخليك، القصة فيها بهدلة ناس كبار. يعني إذا علي القصة والله مو مشكلة. طيب راح أعطيك رقمي الخاص، وإذا صار أي شيء بتحكي معي فورا. سيبك أشوف. أي شيء بصير معك بتحكي على هالرقم فورا، وهلا على البيت فورا أنت والناس اللي معك. يلا. حاضر. نحن والله كنا طمعانين بكرامة. خلاص خلاص، بعتقد الموضوع انتهى وما في داعي لكثر الحكي. شوي ثاني عندي اجتماع. يلا الله معك. يعني سيدي رح تحكوا فورا؟ ها شو عم نغني بالطاحون؟ قلنا لك الموضوع رح ينضب. انا اسف سيدي، بس والله قصرت فيها. لا شو انت ما بتفهم العمى؟ الله معك. بتمنى لك كثير سيدي، كثر خيرك. لا تاخذنا عصبنا. ماشي الحال يا ابني، ماشي الحال. الله يرضى عليك، خذ لي هالناس اللي تحت فورا وكل واحد على بيته. يلا منك سيدي، الله يكثر من امثالك. لا تاخذنا بشان الله. سلام عليكم. سلامات معلم. ان شاء الله ما على قلبك شر معلمين. خير معلم؟ شو صاير معاه؟ اللي فيه بتمه علكه، بده يعلكها يخيط شفاتيره بمسلي بيكون احسن. مسيك. شو فيه معلم؟ الابر افتحه بتعرف شو فيه معلم. حزام ناسف؟ حزامين. خلال 10 عدات بدي لاقي كل واحد فيكم شالح ثيابه ولابس الحزام. شو القصة معلم؟ ما بدي أسئلة بنوب، نفذ انت وياه. حاضر يا معلم، حاضر. تفضل شيخنا، تفضل. تفضل. أسرع. أنا رح جيب العروس الجديدة. الموضة مو بس باللبس والشعر والأكسسوار، في شي بالحياة اسمه أدوات، وأدواتك يا سيادة ضابط المخابرات صارت موضة قديمة وبايخة. إذا بدك جدد حالك أكتر مشان تضل العالم تحابك وتنفذ لك اللي بتأمره. ملاحظة، أنا خليتك تجيب الشيخ مشان يطلق جسمك من روحك المريضة. أكيد سوزان. حيواني! كلبي! لا! بلو!
لنا المحسودين من جسمه خلال الوضع. كلاب عليك يا بكاظم يا غيث يا بني. تفضل شيخنا تفضل. بطلنا من الدور بتاعك. يعطيكم العافية. تفضلوا شيخنا تفضلوا. مصيرك أكتر بكتير من أسبيع الهاتف. سبب خلي النار تحرق كل شي حواليك يكون رغوف. زين حسين خلصنا بأطلاق. شو الشغلة والدني؟ أخي مو والدني بس أنا هذا مكاني المناسب وهذا مكانكم أساساً بس أنتم محاسين. حاجتك أهر فينا اللي فينا كافينا. قوم يا يلا عمي. يلا زين يلا يا رب على ما نرى. يا المجنونة. اي والله يا جابر هذا اللي صار. امي جابر بيحكي معي. جابر جابر الو جابر الو امي شو وضع نسمعهم من هلا؟ لك امي واكلت واكلت والله كنت لحموت انا وينك؟ هلا شيلك مني مخبريني شو في؟ لك شو شيلني منك؟ شو شيلني منك؟ قالوا لنا انك قوصوك والامن اخذوك. لك يا امي الله يخليكي القصه طويله خبريني شو اللي صاير معي؟ مثل ما قالت لك اختك نحن على اطراف الحاره وخايفين نفوت. أهل الأمن معه أسماءنا وبدهم ياخدونا. ليش أنت شو عاملة؟ هذا يا سيدي لما الأمن فاتوا ياخدوا أبو زين من عنا. والله ما هان علي. قمت هجمت لك عليهم بالشحاطة أما شو هجمة؟ قاموا دفشوني وقعوني على الأرض وهبت لك هالعالم. وشو كان يعمل أبو بطيخ عنا يعني؟ أمي نحن بعتنا يسأل عنك والزلمة إجا يخبرنا. أيوة رجع يعمل نخوجي من أول وجديد يعني. حرام عليك. إن شاء الله حرام عليك والله الزلمة ما نام طول الليل. خلاص أمي الله يخليك لا تعدي تقصي لي سيارة لا وتحكي لي حكي بلا طعمة. اسمع شو بدي لك خليكي عندك لبين ما أرجع أحكي معك. إيه شو بدك تعمل؟ أمي الله يخليكي مثل ما عم حاكيكي خليكي لبين ما أحكي معك لا تحرك يا برجع أتصل فيكي. سلام سلام. زينة أخوجي. حسيتها مكركبة كتير بس أول ما قالت لي اسمي جاكلين قلت لازم تنشفي لدمها يا بنت. اجتك الفرصة لعندك وهيك صار. وكيف؟ أول شي قلت لها لازم حبك بالأول لأني أنا ما بشتغل بالمصاري وتاني شي لازم أقتنع أنه ما رح تستخدمي طاقتي لشي مضر بالنفس. هون ابتسمت شوي وقالت لا يا حبيبتي انا بورطه وحابه تساعديني لنخلي 100 اسره ما تشرد. اجتني الصفنه 100 اسره ولما سالتها كيف قالت لي لا تحبيني بالاول. عم تتذاكى ست الحسن ما هيك؟ بس شو قصدها؟ قصدها لازم تربح مناقصات لحتى شركتها تستمر والعمال اللي فاتحين بيوتهم بفضلها ما يتقلعوا. لا إيه لكن ابتزاز عاطفي يعني. يا أنا أبوك أنت. هي راحت وأنا فت على المحاضرة وبعدين حكيت معك فوراً. برافو. معناها هلا صار موعد الخطوة الثانية والأهم. فهم بقى. الخطوة الثانية لازم تكون فيها أستاذة. عندي اجتماع يا بني آدم. سيدي الله يستر على عرضك كلمتين صغار بس. ولد أيّا عم بحكي عربي عندي اجتماع. يا سيدي أمي رح ياخدوها المخابرات. شو بعملها يعني؟ برقص لأمك؟ مع السلامة. ولك هي أمي يا ابن الكلب. أمي اللي أشرف إنك ومن كل اجتماعاتك يا واطي يا أمس جحش لعنى أبوك يلا يا أبوك. خد على بيتك ولك شو أنت أنترش ولا ضربك رحمة رجع على بيتك. بس هذا شباب بدي احكي معكم كلمة الله يخليك. إلا على بيتك أحسن ما كسر عكازات على راسك. يلا نشوف. فهموني شو صاير شو في؟ يخرب بيت قلبك ما قال زوقك. عم بقول لك فوت انضرب على بيتك. يلا. أنت وين بيتك حبيبي؟ أنا هون هذا بيتي. كيف فتت على هذا البيت؟ شو يعني كيف فتت على هذا البيت؟ بيتي يعني شلون بدي فوت عليه؟
شباب انا رايح احكي مع سياده العقيد. شو القصه؟ القصه انه هذا الزلمه بيقرب الحرمه اللي نحن عم ندور عليها. عضان ولاد اذا بتحرك بارض بتقول لك رجلك تاني عم تفهم؟ الا انا ابوكم كلاب. حتى هون لك حيوان جاي رفعك انا لانه مو هيك دغنا شو عملت لك هتعمل سبي راس كلكم كلاب عامل ولا مالك عامل